بدرون بدرون انا اكلي زي مبسوط وما مبسوط. انا لما اشوف عندكم جميل زي رب الغربه ما بخلي زول جاي من البلد يبقى مبسوط. انا بحيي اما شاء في جمهوريه المصريه وانا حديث ما هيكون كثير. انا تلاهم بتاعكم ده هي نوع فريده والتنظيم في كل مكان بنلقى شنو منظمين اكثر من اي دول. الليله نحن جينا في الرياض بتاع السيري والي ولايه عادل الدين جيب الوضع وياي وعضو المجلس الوطني دكتور كوم ومدير مكتب دار الوالي. نحن اربعه في جيب بتاعنا. نحن والله واحد عاجز عن التعبير. انا اسم فال جدا غرشاي لكن في دول يعرف جدا ما بيعرف فال. انا ناس كتار برسم انا من ابناء بتاع الرن فانا مراكي في دول حتى برسم لما نسمع اسم فال دين ترويت. انا فال جدا غرشاي انا من ابناء بتاع الرن انا مربي في الرن وانا سعيد جدا. انا ما عندي كلمه لكن انا بقول لازم انا اتكلم عشان انا اقول لكم انا ملقات يا اخي. الكلامات اللي انتم قاعدين تسمعوها انا ملقات ده هنا كملناهم كبير فيهم وهي بارده بعد ما جاء الملقات ده. انتم سمعتوا حاجات كثير الحرب بين النور وشنو وين الاولاد وفين الاداره وكده ما بتلقى سبب الى عمل سياسي. المواطن ما يسوى افغان في ملكال. نحن جايين نقول لكم انا ملكال الان امن. اي يوم ما اجي في سمسازات هنا في المنطقه ده خلينا نرجع البلد. ليش يا بابا كانت شجره؟ حتى ما بخوف ثاني من ملكال بس يبقى بالقوم ده رجع كلكم انه ما في مشاكل قبليه في ملكال. اما هاي ملكال تجر بدل ما بوانا ملكال ولا بدل ما وقف بدل وقف بدل وقف بدل جم بينه وبين ملكال بدل وباكين وباكين. العمالة السياسية ما يفرقنا نحن أهل خلينا نقول لازم نقال نتكلم كلام واحد. شكرا جزيلا. لو في حاجة وارد تقولوا بعدين أنا بدنا نبصر لكم بسرعة دي. الوالد لو طلع حاجة تخصم بعدين أنا ما بقول حاجة لكن لو طلع حاجة تخصمه أنا بنفذ بسرعة أنا بشبكه بسرعة. شكرا جزيلا.